هاي، انا سارة ودي قناتي. لو اول مرة ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. فيديو النهاردة هيكون يوم في حياتي كده، هاخدكم معايا الدروس وهاخدكم معايا طول اليوم. وحاليا انا لبست زي ما انتوا شايفين، وهمشي على الدرس فهاخد الكتب وهاخد ده كمان علشان انا لسه مفطرتش. يلا بينا. انا حرفيا متأخرة، وكمان هاخد التابلت ويلا. الدرس التاني كنت روحت الاول بس نسيت اصور، وهنا كنت باكل في قلب الدرس عادي. وانا جيت بقى من الدرس التاني، انا كان عليا درسين فجيت منهم زي ما انتوا شايفين، وبشيل الكتب بسرعة علشان انا عليا درس كمان زي ما انتوا شايفين. احط بقى الكتب اللي هي عليا الدرس وعمال اجري ويلا بينا. دلوقتي بقى انا كنت في الدرس، وجبت مرمشات وانا جاية. واخي بعد معاناة يس. الكتب التانية اللي انا شلتها لسه محطوطة زي ما هي. دلوقتي بقى ديات المرمشات، وهنشيل الكتب دي برضو نحطها المكتب زي ما انتوا شايفين. هنشيل الشنطة، وزي ما انتوا شايفين ده شكل المكتب عليه الكتب اللي انا كنت فيها في الدروس طول اليوم. وهاخد بقى دي تملاها مية، مليتها. هشيل وارميه في الزبالة. وجبت عصير مانجا زي ما انتوا شايفين، حطيته في الكوبايه دي. انا كنت عايزه احطه في ديت بس قلت ديت احسن، هي ديت بتاعه الايس كوفي بس حطيت فيها عصير مانجا. فنشيل دي بقى. وجبت المقرمشات هفضيها في الطبق ده. ف مش راضيه تنزل، ف هي ديت المقرمشات. المفروض اني اقعد اذاكر بس سبت الكتب، قعدت اتفرج على اليوتيوب. وهاكل المقرمشات وهنشرب العصير، وبعد كده بقى الروتين الليلي بتاعي وهبقى اصوره لكم. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وباي.